معنا حول هذا الموضوع العقيد زياد الحاج عبيد، القائد في قوات درع الشمال. سيادة العقيد، يعني ساعات تفصل الثوار عن دخول مدينة الباب، كيف توضح لنا هذا الموضوع؟ السلام عليكم أخي وعليكم الكريم. السلام. أخي، الثوار في الباب ليس ساعات تفصلنا عن دخول الباب، إن شاء الله ساعات تفصل الثوار عن تحرير الباب بالكامل، تحرير مدينة الباب بالكامل. تعرف استمر العمل طويلا على تحرير ريف الباب، ريف الباب كبير جدا، وتم محاصرة قوات داعش في الباب من 3 محاور وثلاث اتجاهات، والحمد لله الثوار يتقدموا بشكل صحيح ببطء ولكن بخطوات مدروسه بغيه تلافي الخسائر الكبيره بالارواح من الجانبين، الجانب المدني الذي يقطن تحت سيطره داعش والجانب العسكري الذي يعمل على تنظيف المنطقه من فلول داعش. نعم، يعني سياده العقيد، انا كنت اقصد يعني هو اجتياح كامل حسب تصريح نسب لغرفه عمليات حوار كليس، العقد التي تقف بعد اجتياح كامل مدينه الباب من قبل فصائل درع الفرات، ما هي ابرز المعوقات او العقد التي تواجهكم؟ أهم معوق رئيسي والذي هو دائما يجول جوا المقاتلين وجواتنا هو الخسائر البشرية بالمدنيين، خسائر المحافظة على أرواح المدنيين اللي هم محاصرين جوا داعش. هذا أهم بند، أهم، والمحافظة على حياة المقاتلين، عدم المجازفة أو المغامرة بحياة المقاتلين. البند الثاني هو عدد التحصينات الكبيرة التي عملها داعش في مدينة الباب، والأبنية اللي متواجدة متبضعين فيها قوات داعش في الباب هي أبنية إسمنتية حديثة متطورة تتحمل جميع الضربات، ولا يمكن نحن نقوم تدمير هذه الأبنية مشان نحرر الباب، لا يمكن ندمرها، نتقدم ببطء ونحرر ونعزل شارع شارع. هاي الخطوة الثالثة اللي تأخرت هي عوامل الجو، عوامل الجو تعرف في البداية ما في يعني تغطية جوية للعمل، أصبح هناك تغطية جوية من الجانب التركي، طلعات محدودة للطيران، طبعا يقوم بها الطيران التركي وبعض طائرات التحالف، هذا كمان أخر التقدم على الأرض. نعم، سيادة العقيد، بحسب المعلومات فإن وجهة درع الفرات ستتجاوز مدينة الباب لتشمل تل رفعت، دير جميل، منبج، وهي قرى ومدن وبلدات تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية، كيف هي جاهزية فصائل درع الفرات لهذه المعارك؟ أخي الكريم، الفصائل جاهزة ولكن هناك حسابات سياسية وهناك حسابات عسكرية. ما هي هذه الحسابات السياسية والعسكرية؟ الحسابات يا أخي، هذا الأمر لم يتم طرحه حاليا ولم يتم دراسته مع الفصائل. هناك الجانب التركي هو الفعال على الأرض مع قوات فصائل الجيش الحر، عند بعد تحرير الباب إن شاء الله في الساعات القليلة القادمة نقول إن شاء الله بإذن الله يكون هذا الأمر يسيطر على الأمر. هناك عدة احتمالات وعدة عدة أماكن يجب تحريرها بالسرعة الكلية وطرد عصابات البيكيكي منها، وأنا أتوقع العصابات البيكيكي ستنسحب انسحاب من مدينة منبج، ستنسحب عند ما تنتهي عملية تحرير الباب، ستنسحب قوات البيكيكي من منبج. شكرا جزيلا لك العقيد زياد حاج عبيد، القيادي في قوات درع الشمال.